قبل ما ندخل في المباريات، إجابة على السريع أبو راكان والبقية، بدأنا نغير مدربين. إحنا الجولة 28 كنا بالبدايات وهذا النظام وهذا العمل وهذا ما نأمله. الحين بكرة عندنا بن زكري مع الخدود، قبل شوي الحزم يعلن المحمدي، قبله أبها ما أدري كم غير، يعني رجعنا صرنا قريبين من الطريق القديم. إذا أنت ملاحظ الأندية اللي تحت اللي بتنافس على الهبوط هي اللي بتحاول تدور قشة تتعلق فيها. الإدارات يعني شايفين الهاوية طايحين، الحزم فاقد الأمل، إنما يعني تغييره هذا قد يكون منطقي. التغييرات اللي قاعدة تصير الحين تحسها منطقية يعني ولا لا؟ إحنا المفترض ما يصير بهذا الشيء. الحزم مش الحزم، المجموعة كلها ميت، لكن اللي غير دول اللي في أمل لهم إنه يشردوا من الهبوط قد يكون هذه القشة اللي بيدوروا عليها. أبو أميرة، يعني من البدايه اخطاء كبيره جدا. يعني تكلمنا على ابها تذكر المناعي، صحيح مدرب يعني هبط مع فرق تجيبه انت، يعني والله ترى في اختيارات، ترى الواحد يتجنن بامانه. يعني الان مدرب الاخدود سيفيلا، هذا مدرب الاخدود هبط مع العداله، صح ولا لا؟ الموسم الماضي ما ادري اللي قبله، صحيح مضبوط. يعني اختيارات عجيبه غريبه بصراحه، يعني انت تختار على اي اساس اصلا؟ يعني شيء غريب، مدرب هبط مع فريق تجيبه ليش؟ هنا في اشياء عجيبه. وبالتالي الان طبعا هي متاخره، الان جدا متاخره، ولكن في فرق تلحق، يعني زي الاخدود لسه مكانهم كويس، يعني اقصد يلحقوا انه يتفادوا. ايضا اعتقد اي فريق كمان غير الحزم، لا الحزم الموضوع صعب جدا. انا وجهه نظري انه المحمدي يعني قد يكون مشروع للسنه القادمه في دوري يلو مع الحزم، يعني اقولها بأس، يعني اعذروني الحزماويين، صعب جدا الحزم يبقى في الممتاز بالنقاط هذه، وباقي خلاص 7 مباريات. اللي اتمناه عشان لا نفقد مدرب شاب مثل المحمدي، مدرب كويس شفناه مع منتخب الشباب، انه يشتغل مع الفريق بدون ضغوطات ويحرر اللاعبين من الضغوطات، يخليهم يلعبوا، يعني يحررهم من الضغوطات. خلاص احنا وضعنا نازلين، صحيح خلونا نلعب نستمتع كده، حيجيبوا نقاط. اما لو استمروا تحت الضغط، لانه وضع اللاعبين مشكله كبيره، ما في لاعبين في الحزم، فاي مدرب حيجي حيتعب، يشتغل على العامل النفسي. طبعا الجانب التكتيكي ايضا الجيد اللي عند المحمدي، ان شاء الله ربنا يوفقه. لكن اختيارات الطائي تكلمنا عن بالله يا ابو نوره، معك تكلمنا مع ريجي كام من متى، صح ولا لا؟ من الاختيار، مدرب الهلال، مدرب بطولات، جايبه لفريق تبغى تدافع وتلعب، ما تجي. هو الان اضطروا يغيروا الان، وما شاء الله عليهم فازوا اليوم، يعني اول فوز نبارك لهم. يعني جميل كابتن احمد، بسالك في عمل المنظومه، يؤثر هذا الأمر لما يكون في قرارات كثيرة، تغيير مدربين، نادي يغير 3، بغض النظر أيا كان اسم النادي، 3 و4 و2، واحد يلعب 5 مباريات وواحد يلعب 7 مباريات وبعدين يتشال، يؤثر على منظومة المدربين أو تقبل المدربين لقرارات اختيار التعاقد مع الأندية؟ بص بنقول أنت المدرب في الأخير بيجي على الأمر الواقع، شطارة المدرب واختيار كمان المدرب في التوقيت بتاعه، وفي نفس الوقت أنت عاوز من الموسم. يعني اديك مثال صغير جدا، انت في الشباب مثلا غيرت كذا مدرب، جيب بريرا المدرب البرتغالي دلوقتي ماشي كويس مع الشباب، ولقى الكيمياء اللي موجوده بين اللعيبه وطريقه لعبه، فبدات الدنيا تمشي للاحسن. لكن في بعض الاوقات بتختار المدرب مثلا بيحب يشتغل على الاستحواذ، تجيبه مع فرقه تشتغل على التحولات، واختيارات اللعيبه اللي انت اخترتها من الاول ماشي على التحولات. طب انت ازاي من انهي اتجاه هجيب مدرب بتاع استحواذ اشغله مع لعيبه تحولات هجوميه؟ فانت كده الاختيار بتاعك نفسه مقتول من قبل ما يشتغل حتى، لان الاستحواذ هياخد وقت ويعلم ويشتغل والكلام ده كله، محتاج فتره اعداد. لكن في الاخر قد كتر المدربين، التغييرات المدربين الكتير للانديه وللعيبه شيء سلبي تماما للعيب، لان اللعيب النهارده تلاقي 5 ماتشات بيحاول يقرا فكر المدرب ويغير افكار بتاعته عشان المدرب، فتروح ممشي المدرب وجايب مدرب تاني خالص بافكار جديده خالص، فانت بتنهك اللعيب اوريدي اصلا ذهنيا ان هو يقدر يشتغل ويقدر يديك اساليب للعب ويقدر يستفاد وتستفاد من الوقت اللي هو موجود فيه. في مدربين بتيجي بيبقى الوقت خلاص اتاخر، يعني فرقه الحزم انا من وجهه نظري الشخصيه هي بتحضر للموسم الجديد، وفي نفس الوقت بتوفر فلوس المدرب الاجنبي، لا مدرب سعودي يشتغل للموسم الجديد، دي خلاص هو عارف ان هو ده درجه ثانيه،
طيب يبدا يشتغل يشوف اللعيبه يقيم اللعيبه مين اللي هيكمل الموسم الجديد هيشتغل ازاي الكلام ده كله. لكن لسه مثلا الاخدود لسه فيش ممكن شويه امل، لكن انا شايف التغييرات في 7 مباريات هو ده وقت متاخر جدا يعني. جميل.